شوف فرق كبير والله العظيم، حتى فرق كبير. شوفوا لابو. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. اليوم روتين ماشي فلوج. شوفوا حالتي، المهم هادشي كتعطيكم الاخبار بسبب العيا، بسبب بزاف ديال الحاجات، راكم عارفين الرحيل وما الى ذلك. ولكن اختي انا خديت واحد القرار من شحال هادي، خديت واحد القرار مهم في حياتي، هو انه ما ننساش راسي ونعطي لراسي ولو نص ساعه، نص ساعه في النهار ولا في يومين لراسي، نتهلا فيها في راسي ونديها في راسي لنفسي بعدا اولا، عاد انني نتهلا في راسي باش نبان لراجلي في احسن حله ولا في ابح حله ولا سميوها كيف ما بغيتو تسميوها، باش نحس براسي ديما اليز. يعني ما نبقاش انا نقول لا حيت عندي الرحيل خصني نحمل راسي ولا ماشي مشكل تنسى. لا اختي، خديت وقيت وجيت دابا غادي نشارك معكم الروتين ديالي اللي ندير، ديال انه ملي كنكون عيانه صافي مطحطحه، عرفتوا دابا حاليا راسي دارني ديال بصح، ولكن قلت بلا عكز عليا غادي نوض، غادي نقاد حالتي. اول حاجه غنغسل سنيناتي بهاد لي برودوي هادو اللي كنوريكم دائما، اللي كنخرجهم ليا الدكتور محمد ربيعي. المهم ومن بعد اختي نوريك الروتين. ثاني اختي اللي خديت في حياتي هو انني خصني نصور فيديو كل نهار، يعني خصني نحط فيديو كل نهار اوبليغاتوار، وخاصني نصور شي حاجه اللي انا كنديرها بحال اليوميات، بحال الشكل ديال اليوميات، كل نهار نحط لكم فيديو. حيت بزاف البنات يقولوا لي اختي رشا كتعطل علينا، اختي رشا بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي قدسنا البنات، راه انا بديت. المهم كنقص لكم موضوع الموضوع حيت عندي بزاف الافكار باغا نشاركهم معكم. داكشي علاش البنات انا راه بالنسبه لسناني راني بديت كنقاد فيهم وحبس بسبب هاد القضيه ديال انني صافي بغيت نرحل تما لديك الدار، بغيت نصلح، بغيت ندير شحال من حاجه، وان شاء الله غنقادو مع ما قريب غنقاد السمايل كامله ان شاء الله يا ربي. شنو كنت غنقول لكم، خديت قرار اخر انني كيف ما قلت لكم غنصور فيديو كل نهار، حيت كنعكز ملي كنبطل غير نهار واحد ما صورتش لكم كيجيني واحد العكز، واحد العكز، واحد العكز، اش غنقول لكم، واحد العكز خيالي خيالي خيالي. داكشي علاش كنحيد العكز وكنوض كنصور معكم في جميع الحالات ديالي، كيف ما انا بلا مكياج ما كنفكرش بزاف، ما كنفكر جوج المرات صافي كنحل الكاميرا كنبدا نصور كيف ما انا، وجهي كيف ما كيقال لي كيبان لكم عيان شاحب. ومهم لا فاتيك قتلتني هاد اليامات هادي، جبت هاد لوجيل هذا ديال البوش وغادي ندير شويه ديال القهوه، هادو هما اللي كيخليوني نحس ان داك العيا ديال الوجه كيحيد فريمون والله العظيم ماسك واعر. تقدروا ديروا غير القهوه مع زيت العود حتى هي زوينه، انا غنديرهم ما غاديش نقومي بهم بجد، غادي غير ندير لكم ماش خفيف غير بصبيعتي وصافي. عاد باش ندوز ديك الساعه ندير لا روتين الاخرى ديال لي برودوي اللي هما واجدين، من الاحسن شي حاجه هكا طبيعيه كيتستافد منها البشره، عاد ندوزو لي برودوي اللي واجدين. الله واحد الاحساس، عرفتو ريحه القهوه كتريح، حتى البشره ديالنا راه كتبغي تاكل ماشي غير الكرش. صراحة هاد ليامات كنقول لكم شجعوني باللايكات حيت فريمون فيا واحد الحماس، واخا العيا وداكشي كله ديال الرحيل وداكشي، في واحد الحماس ديال انني زعما غنولي نصور لكم فيديو كل نهار. كنقول لكم شجعوني بلي لايك، لي لايك راه ما كنتخلصوش عليهم بالنسبه للناس اللي عندهم معلومه غلطه، لي لايك ما عمرهم كانوا سبب ان الانسان يتخلص عليهم، الناس كتخلص على المشاهده ماشي على لي لايك. لي لايك راه غير كتشجعونا بهم باش اننا نديرو فيديوهات كثار، وباش اننا نخدمو كثار، وباش اننا نصور لكم كثار، وباش نلقاو مواضيع احسن. بتلا بيجامتها كلشي حيت ان شاء الله غنمشيو للدار لهيه، وصافي وكلتها ومشطلعها وكلشي. دابا جيت نحضر راسي كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه
نرتاح فيها ونتهلا فوزي واحد شويه. انا ملي كنتهلا فراسي كنحس بالراحه والله العظيم. غنغسل دابا هاد القماش هذا، غيكون هذا اخر روتين كندير في داري هادي ان شاء الله. غنولي ندير لكم لي روتين في داري جديده اختي. لا تشعيبي وكبور داري داري، قالت لي اش كيقولوا في الدوار، دار شعيبي ولا دار كبور؟ قالت لي على هادي لادي كيقولوا دار شلابي، قال لها ما كيقولوش دار مرت شلابي، زمطك في هادي الشعيبي. المهم بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش قماش لا تقدروا ديروا غير سنيده ومطيشه ولا سنيده وزيت العود وتقومي بهم وجهكم من وراء الماسك ديال القهوه، حيت انا كيف ما قلت لكم ماسك القهوه ما كنديروش كقماش غير كنحرك شويه. انا كنستعمل هاد القماش هادو، راهم رخاص ديال داكان وزوينين، رخاص وزوينين في نفس الوقت غزالين، لفي ديالهم واعر وفي نفس الوقت الثمن راه مناسب. شوفوا شحال ديال لابوموخت كتخرج من الوجه، عرفتي راه ما عرفتش واش تيبان لكم ولا لا، عرم عرم عرم. ان شاء الله هاد لا فيديو غادي ننزلها لكم اليوم كيف ما قلت لكم، خديت قرار اختي صافي ما بقاش نتعطل عليكم، قرار لا رجعة فيه. باي صابون كتستعملوه لوجهكم، انا كنستعمل هاد القام هادي البنات اللي كيتلاقاو معايا وتيقولوا لي واو وجهك صافي شنو تديري ليه، راه كنشارك معكم كلشي يعني ما كنبخلي لكم حتى شي حاجه، راه حاجات بساط وفريمون حاجات اللي الثمن ديالهم في متناول الجميع، ما كندير شي حاجه غاليه لوجهي. انا هادي واحد المبدا عندي، ما كناخذ شي حاجه غاليه بالنسبه للبشره وداكشي، كناخذ شي حاجه اللي تجي معايا وفي نفس الوقت في متناول الجميع على قد جيبي خلا هذاك. يسولوني شنو الفوندو تاع اللي كندير البنات، راه انا حبست لي فوندو تاع في مره بالنسبه لوجهي، ما بقيتش كندير لي فوندو تاع من شحال هادي. كيف ما قلت لكم انا ملي كنخرج كندير هاد لي كرونطانتي ديال الكولاجين وصافي. دابا غندير سيروم بالفيتامين سي، كنعطيكم انا البدائل بلاصه ما عندكم هاد السيروم، ما عندكمش هاد السيروم هذا تقدروا تستعملوا اي سيروم اولا تقدروا تستعملوا زيت الورد ولا ماء الورد. يعني تهلاي فراسك داكشي اللي متوفر عندك، ماشي بالضروره تسني تشري شي حاجه ما كايناش ولا تشري شي حاجه غاليه. وهادشي اللي كنشارك معكم انا راه كلهم في حدود 30 درهم 20 درهم للحاجه، ما فيهاش شي حاجه غاليه. بالنسبه لو باك ديال فيتامين سي راه عندنا ب 199 درهم، فيه 7 ديال لي 7 ديال لي برودوي ب 199 درهم، يعني راه غيديو لك صافي. درت السيروم ديالي، منساوش نرطبو لي السيروم حيت ما غندير لا فوندو تا لا والو كيف ما قلت لكم ملي نكون خارجه، اصلا غنكون خارجه العشيه يعني وغير الطوموبيل حتى للدار. ما كلش مش لا والو، انا غير غنرطب وندير السر. دابا غادي نرطبو الوجه كريم ديال فيتامين سي من نفس لاكا. عرفتو هاد البنات كندير شويتيت فغيمون شويتيت وكيدي ليا شنقول ليكم، كيبقى عندي حتى انا كيطلع لي فراسي. كتجي شي وحده في البنات كنقولها صافي خوديه انا نحل الكرتونه اخرى. وراه كيرطب واحد، شوفوا الفرق ما بين هنا وما بين هنا، يبان لكم الفرق. كيضغطي لابو بواحد الطريقه زوينه.
الحاجه اللي غندير دابا هي انني غنطراسي حجباني تخصاج، حيت كتقولي لي قولي لنا كلشي تخصاج ايلاينر، هذا فيه جوج، هنا تخصاج وهنا ايلاينر من ميميسو. غنطراسي حجباني خفيف، هاي كنحددو وصافي باش يبانو ناتشورال. صافي هاكا كنبغي نصايف الكاميرا مكنعرفش، كنحاول والو. صافي طراساج خفيف الحجبان، انا ناينر، ولكن قبل انا ناينر غادي نكحل عينيا الطريقه اللي حمقاتكم ديال الكحل. يجي الايلاينر بانسو، كحلي عينيك اختي. غنقدر ندير لكم اللايف دابا في تيك توك غير واحد نص ساعه تقريبا. تكحيله يا اختي تكحيله. دابا انا ناينر اي لاينر، كنعرف نقولها غير بلا ما تضحكوا. اي لاينر غندير خفيف، بحال شكل الحوته سيليا كتفرج ومبسطاتني. صافي درتو غير على شكل حوته. دابا غندير الماسكارا ديالي ديال ايسونس، هادي الماسكارا اللي دار الضجه، واخا انا كنشوفها عاديه ماشي زعما ماشي سهل ديك الدرجه اللي داروا عليها، تبان لي حاجه عاديه. الفيديو درت لكم جلسة ماشي روتين. صافي اختي دابا غنجيبو السر اللي هو هذا. بلا ماكياج اختي، بلا فون دو طون، بلا والو، تحت شي عار هاكا من عند الله، شي واحد الحبوب بنت حرام في الناطق. تحت شي عار انا هاكا خلقيت. سيليا شوف سيليا شنو كدير فيها القوه، بدات تشرب الحليب، خدات هذا كروسونس كتشربهم، ملي كنطلع عليها كدير راسها كتشرب، ملي ما كنشوفهاش كتخوي كتبقى تخوي بلاد داكشي اش كنمشي نطلع عليها كل شويه. المهم اختي هانا كي جيتك بعد ما رطبنا شويه الحموميه، انا ساليت اختي، هذا هو الميك اب ديالي اليومي. Thank you.
المهم احنا اختي يلاه دخلنا دابا للدار، مشينا دينا داك الكوافوز للدار الاخرى وقدينا شي امور وجينا. الصراحه ما صورت لكم والو، خليت التليفون هنا ما تيجوش والعيا. دابا يلاه دخلنا للدار غنتعشاو، حاطين لي شكن تعشاو وصافي وغنمشيو نتفرجوا حتى كنضربوا الطاجين. وسيليا وسيليا بيتزا انا فرتكت عليها نتوما، حنا الطواجين سيليا قد بيتزا 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 شرا لها بابا بيتزا. صافي انا ديجا مطيبه الطاجين بالخضره، حيمات بالخضره جي زوينين. ايوا صافي هادشي اللي كاين. غدا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو اخر غدا عاوتاني. غدا ان شاء الله صافي غادي نقولوا بسم الله في الاصلاحات كاملين، كلشي غيبدا ان شاء الله. الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي قولي عاودي لنا كيفاش خديتي الدار. راه ماشي انا اللي خديت، راه عادي اللي خدا لي الدار، ولكن ما انا ما عنديش معلومات اللي غنعطيكم. ما عرفاش اللي زيطاب اللي داز منهم وشنو كيفاش داروا داكشي. عادي كيسولوا قال لك واش الدار طالان ولا كريدي. داكشي ديالي انا نجيكم من الاخر طالان ما دارهاش كريدي. هاد النهار اللي كنتي لا جي من الاخر دابا، النهار اللي كنتي عوال دير كريدي لقيتي مشكل، كان عنده واحد الاشكال. دار باش زعما اجراءات باش يدير كريدي وقع واحد الاشكال صافي. ومن بعد بقات الفكره بحال هكاك حتى قدر انه ياخذها كاش وصافي. هادشي اللي كاين انا جاوبتكم خواتي خنزر فيا. هادشي اللي كاين انا جاوبتكم بالنسبه للسؤال ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي البلاصه فين، ما خلانيش نقول لكم البلاصه، نقول تجي ليا ما خلانيش نقول البلاصه فين. وشنو اخر تتسولوني هادشي اللي كاين. المهم اللي دي اللي زيطاب اللي داز منهم ما كنعرفش، ما عرفتش الصراحه شنو، حيت ماشي بحال الا بغيتي ديريها طنون، ماشي بحال غديرها هذا يعني كريدي، كاين داكشي مختلف وصافي. هادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم احبابي هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم وتهلاو لي فراسكم وما تنساونيش بلي لايك. ما كنتخلصوش على لي لايك. ماما ماما بيتا بابا بيتا بابا زيد لها بيتشوب كيتشوب لي لايك راه ما تنتخلصوش عليهم. المهم هاد لا روتين اللي شفتو معايا اليوم في الدار اخر روتين غنصور لكم ان شاء الله في هاد الدار هادي. صافي لا 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 على الروتين ديال العنايه بالوجه وداكشي. صافي اخر حاجه غنصور لكم في هاد الدار هادي، ماشي اخر حاجه، اخر روتين زعما نصور لكم في هاد الدار هادي. الكوافوز مشى، كل لي برودوي كلشي مشى. ما بقى عندي والو هنايا. غنبدا معكم ان شاء الله لا فيديو شنو غدا الاربعاء. الو غدا ما غنحطش لكم فيديو، باش نهار الخميس ان شاء الله غنصور لكم لا فيديو ديال جي فليكس، غنحطها لكم ان شاء الله المونطي ونحطها لكم. هادشي اللي كاين، وغنشارك معكم الاثمنه والكاليتي وكيفاش اختارينا والمعلم وكلشي والثمن ديال المعلم وكلشي ان شاء الله غنشاركو معكم في لا فيديو ديال نهار الخميس ان شاء الله.